أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وونغ يي عن أملهما في عقد محادثات مثمرة خلال لقائهما في بكين. وأفاد ساليفان بعد وصوله إلى العاصمة الصينية ظهر اليوم بأنه يتطلع إلى جولة محادثات مثمرة للغاية، مؤكدا وجود خلافات يتعين على الطرفين التعامل معها بشكل فاعل وموضوعي. بدوره أكد وزير الخارجية الصيني بأن الطرفين يعملان على دفع العلاقات الصينية الأمريكية باتجاه رؤية سان فرانسيسكو، في إشارة إلى إطار عمل توصل إليه الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ خلال محادثات في المدينة الأمريكية العام الماضي. معنا من بكين الإعلامي الصيني نادر رونغ. أستاذ نادر، هي زيارة نادرة أسندت لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، رجل توكل إليه عادة مهام تكون خاصة وبالغة السرية وكذلك الحساسية، كيف ينظر إلى هذه الزيارة وكذلك إلى الشخصية التي تقوم بها؟ أهلا ومرحبا بكم. هذه الزيارة يعني لها أهمية كبيرة، فهي يعني أول من نوعها منذ 8 سنوات، منذ عام 2016 لل يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي لزيارته إلى الصين، وكذلك هدفه تطبيق التوافقات التي توصل إليها الرئيسين البلدين في العام الماضي في لقائه العام الماضي، وكذلك هو من أجل كذلك إجراء جولة جديدة من التواصل الاستراتيجي، وكذلك من أجل الحفاظ على استقرار للعلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك هو من أجل كذلك توضيح مواقف الجانبين مرة أخرى، وكذلك زيادة التفاهم وكذلك التجارب. نعم سيد نادر، ما الذي جعل أمريكا تطرق باب الصين الآن؟ وهل نحن أمام زيارة تشبه ربما تلك الزيارة التاريخية التي قام بها هنري كيسنجر مطلع السبعينيات بشكل مفاجئ إلى الصين، وخلالها استطاع إعادة ضبط المسارات ما بين واشنطن وبكين؟ أعتقد هذه الزيارة ليس يعني بمثابة، ولكن هي أيضا من أجل كما قلت يعني المعارف تقارب وجهة النظر ومعرفة المواقف الجانب الآخر، وكذلك هو يعني اللقاء يعني محتمل عام، وهو كذلك من أجل إدارة الخلافات بشكل مناسب. فرغم أن هناك يعني التقدم في التعاون بين البلدين في مجال مثل مكافحة المخدرات وكذلك التعاون في المجال وغيرها، ولكن ما زالت الولايات المتحدة تقوم بتحركات من أجل احتواء الصين، ولم تتغير الموقف الأمريكي تجاه الصين، فكل هذه يحتاج أيضا إلى مزيد من التبادلات ومعرفة للجانب الآخر حتى يمكن للولايات المتحدة تصحيح الحكم الخاطئ للصين، وكذلك القيام بالمزيد من التعاون بدلا من المواجهات مع الصين. طيب أستاذ نادر، كيف يمكن أن تؤثر هذه الزيارة التي يقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى الصين على الملف الاقتصادي وكذلك على الصراع التجاري بين العملاقين الصيني والأمريكي؟
طبعا هذه يعني الصين ستنتهز هذه الفرصة لتوضيح موقف الصين في الكثير من القضايا، وكذلك موقف الصين تجاه العلاقات الصينية الأمريكية. وكذلك الصين ستدعو الولايات المتحدة يعني عدم فرض المزيد من العقوبات على الشركات الصينية باسم الأمن القومي، وكذلك عدم تسييس الأمور التجارية، وكذلك عدم يعني الحماية التجارية تجاه الصين واحترام القواعد التجارة الحرة وكذلك مبادئ الاقتصاد السوق، حتى يمكن للجانبين تحقيق التعاون وكسب المشترك. طيب، هل هناك يعني أي إشارة إلى إمكانية عقد ربما لقاءات مستقبلية بين قادة البلدين في الصين والولايات المتحدة بعد هذه الزيارة التي يقوم بها مستشار الأمن القومي الأمريكي للصين؟ طبعا سيتطلق اللقاء يعني حول ترتيبات المستقبلية للقاء المحتمل بين رئيسين البلدين هذا العام، ولكن يعني هو ترتيب يعني الأولية، و يعني لسنا متأكدين حول هذا الترتيب، ولكن عادة يمكن أن نرى هناك أكيد هناك اللقاء بين رئيسين البلدين يعني خلال قمة المجموعة 20 أو قمم أخرى يعني في بين البلدين أثناء يعني القمة نظمت الدولية. نعم، من بكين الإعلامية الصيني نادر رونغ، شكرا لك على هذه المشاركة.